اهلا بكم من جديد مع مولانا الدكتور شوقي علام. تصفيد الشياطين في رمضان، هل معنى ذلك انه لا توجد شياطين في رمضان؟ تفضل يا مولانا. هو طبعا هذا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن شهر رمضان، وهو شهر تصفد فيه الشياطين. هل المقصود الحقيقة يعني بالفعل فيه سلسلة وسلاسل الشياطين ومن ثم لا نكون أمام تحرك، أو أن الأمر بمعنى أنه قلة المعاصي نظرا لكثرة الطاعات، ومن ثم يكون ده تعبير مجازي عن التصفيد ووضع الشياطين في أغلال بكل أمر قيل؟ يعني بعض العلماء قال بالفعل فيه وضع الشياطين في أغلال وفي ويصفدون على وجه الحقيقة وفي أغلال حقيقية وبظهر اللفظ، واخدين على الأصل في الاستعمال الحقيقة. يعني عندما يأتي القرآن الكريم ويستعمل لفظا فالأصل أن نستعمل هذا اللفظ على حقيقته. يعني أنا لو قلت لسيادتك كده مباشرة رأيت أسدا، يأتي إلى ذهنك كسامع أسد، صورة الأسد الحيوان المعروف. مظبوط، ده جه لي لما قلت رأيت أسدا. لماذا جاء؟ لأن الأصل في استعمال الألفاظ الحقيقة، لأن حقيقة كلمة أسد إنما هي في ذلك الحيوان المعروف. لكن أنا أريد أن أصرف سيادتك عن هذا المعنى إلى معنى آخر لا يأتي صورة الأسد في ذهنك أبدا، يعني لا تتصوره الآن ولا يأتي هذا المعنى إلى ذهنك لما أقول رأيت أسدا يضرب رقاب الأعداء في الميدان. أنا بهذه الكلمات صرفت نظر السامع إلى الرجل الشجاع، ولا يتصور أن يأتي في ذهنه الأسد الحيوان. مظبوط، وهذا معنى قولهم الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة. مزبوط. هذه القرائن اللفظية أو غيرها يعني. فإذا لما نقول أنه شهر تصفد فيه الشياطين فيقولون على الحقيقة نعم. طيب والمعاصي؟ قالوا لا، دي مرضت الشياطين. مرضت الأكابر بقى، العتاة. هؤلاء الذين يعني يصفدون على وجه الحقيقة. طيب والمعاصي تقع من نتيجة وسوسة صغار الشياطين أو النفس نفسها، النفس أمارة بالسوء، والنفس أمارة بالسوء، والناس يوسوسون. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبناء على ذلك فأنت عندك لسه في قسم ما زال لم يطله الحديث الشريف. ده قول عند بعض أهل العلم. القول الآخر يقول لا، هو في الحقيقة كأن احنا عملنا سياج من الطاعات، من صوم ومن صلاة ومن قراءة قرآن في هذا الشهر الفضيل، ومن صلاة التراويح، ومن تهجد وغير ذلك. كل ذلك أدى إلى أننا أوجدت مرحلة وقاية منعت الشياطين من أن تطال الضمير والإيمان وتطال النفس فتوسوس لها بشيء. وبناء على ذلك كأنها صفدت بالفعل. وعلى كل حال على هذا القول أو على هذا القول فنحن في هذا الشهر في بركة وفي وقاية بسبب هذا الصوم.